الثامنة بتوقيت الجزائر، موعد نشرة الأخبار الرئيسية. أهلا بكم إلى العناوين. رئيس الجمهورية لدى افتتاح اجتماع الحكومة بالولات. تجديد الالتزام بتغيير الجذري لتلبية ما تبقى من مطالب الحركة الشعبية السلمي. وتعليمات صارمة للمسؤول المحلي بضرورة التقرب من المواطن. وبلغة الواقع، رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة محاربة التبذير في النفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ. ويمهل الولاة سنة كاملة لبحث التنمية بمناطق الظل والتكفل بانشغالات ساكنتها. رئيس الجمهورية يدعو إلى إرساء ديمقراطية صلبة وحقة من خلال تعديل دستوري واسع يستثني المسائل المتعلقة بالوحدة والهوية الوطنية، ويكشف عن إجراءات جديدة لدعم إلى مركزية التسيير وتجريم عدم دفع الضرائب. تتابعون أيضا، حكومة عبد العزيز جراد تتلقى الضوء الأخضر لمباشرة تنفيذ مخطط عملها لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية بعد مصادقة مجلس الأمة. ثامنة اليوم، تحقق في معاناة الأطفال بقسم علاج الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا. ونقص في التموين بالماء الشروب بحي ضريان بطامن راس منذ الصائفة الماضية. تفاصيل نشاط الرئيس، أهلا بكم من جديد. أشرف اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولات تحت شعار من أجل جزائر جديدة. فوفق مقاربة تنموية مستدامة ومتكاملة جوهرها المواطن، يندرج هذا اللقاء، اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، هذا إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحكومة. وبالمناسبة، تابع رئيس الجمهورية شريطا مصورا بعنوان معاناة في مناطق الظل، وهو الشريط الذي يسلط الضوء على مدار 30 دقيقة على واقع التنمية في المناطق النائية. ان شاء الله البوادر لازم تتبان دون 3-4 mois، 3 شهور ولا احنا بشر. ومن الانشغالات التي يبرزها الشريط أيضا التزود بالماء والكهرباء والغاز ومعاناة المتمدرسين مع النقل. وهو العمل الذي أنجزه التلفزيون الجزائري. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جدد التزامه بالتغيير الجذري وتلبية ما تبقى من مطالب الحركة الشعبية السلمية الذي يحيي ذكراه الأولى. لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير الوطن. قلت خرج الشعب طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي. وبكل سلمية ومسؤولية هب للانتخابات
انتخابات شفافة ونزيهة. تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله. وبعد انتخابي جددت التزامي بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك، ولهذا الغرض نلتقي اليوم. رئيس الجمهورية بلغة تلامس الواقع أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن وكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة، مشددا على ضرورة محاربة التبذير في النفقات العمومية. في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا، تغيير سلوكات والابتعاد كليا عن السلوكات القديمة، التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة. أطلب منكم تكثيف الزيارات الميدانية بالخصوص لمناطق الظل التي كثرت فيها معاناة المواطن وحرمانه من العيش الكريم، إعادة توجيه النفقات العمومية نحو حل مشاكل التنمية بدل تجميل المحيط والتبذير. ولذا مسؤولية المديريات التقنية اللي تابعة الوزارات التقنية تخليهم من اليوم فصاعدا هم المسؤولين عن النوعية. لازم تكون فيه مقاييس اللي تخلينا ننمي البلاد بدون تبذير وبدون أن نرجع على نفس الاستثمار 6 شهور 7 شهور 8 شهور من بعد والمواطن يتفرج ويتأسف ويوكل عليكم الله. لازم نحارب التبذير بالأخص عند الزيارات. الزيارات لازم تكون عنوان لحل مشاكل المواطن، مش للفخفخة والعرضات والزرود. رئيس الجمهورية أكد ضرورة الإصغاء إلى المنتخبين والمجتمع المدني، مشددا على ضرورة محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن وتشجيع الكفاءات عوض الولاء. لازم الاستماع إلى المنتخبين والمجتمع المدني ومساعدة المجتمع المدني على تنظيم صفوفه. كل ما تكون فيه جمعية خيرية أو غير خيرية طاهرة المبادئ وبعيدة عن كل الشبهات السياسوية، مفروض عليكم تشجعوهم وتعطيهم المنح نتاعهم وتستقبلوهم حتى ينظم المجتمع المدني وينظم نفسه. محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن بعدم كفاءة، لازم كفاءة قصوى في حل مشاكل المواطن. تشجيع الكفاءات عوض الموالاة. أرجو من كل مسؤول محلي أن يكون حوله كفاءات مهما كان انتمائها ومشاربها، المهم هو إطار كفء قادر يحل المشاكل مرحبا به، مش بالضرورة من يقدم الولاء صباح مساء هو ما عنده لا كفاءة ولا يحزنون. كما دعا رئيس الجمهورية دعا الولاة ورؤساء البلديات إلى الكف عن الوعود الكاذبة والاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ. أرجو من السادة الولاة والسادة رؤساء الدوائر والمسؤولين المحليين الكف عن الوعود الكاذبة والالتزام بما تستطيعون فعلا تقديمه للمواطن وفي الأجال المحددة.
لما نقول أن المشكل الفلاني سيحل بعد 4 أشهر لازم 4 أشهر تكونوا في الموعد بإعادة الزيارة، ونبرهن المواطن أننا عند التزاماتنا وأن الوعود وعهد الوعود انتهت، ندخلوا في الملموس. المهم أننا نكونوا عند التزاماتنا، لأن المواطن يعرف من هو المسؤول الصادق ومن هو المسؤول الذي يريد ربح الوقت. لازم نستمر وبشراسة في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وبأشد صرامة. إذا كان الفساد، محاربة الفساد اللي خرب الاقتصاد الوطني متكفل به ومستمر، فيه رشوة اللي ربما الناس ما تكلمش عليها بزاف، ولكن هذاك هو المشكل تاع المواطن. الرشوة نقدر نسميها رشوة صغيرة، ما غير أن ما فيش سرقة صغيرة وسرقة كبيرة، كي فولا نوف فولا نبف، بو فولا نبف. إذن هذا المواطن اللي يمشي لشباك من شبابيك تاع الإدارة وباش يدي حقه، ومن حقه ياخذ الوثائق نتاعو، ومن حقه قد تقدم له الخدمات اللي طالبها، غالبا تندار بالمقابل استغلال الوظيف للثراء الحرام والفاحش. هذا لازم تحاربوه. رئيس الجمهورية شدد أيضا على ضرورة إنهاء معاناة سكان مناطق الظل، مهملا الولاة سنة واحدة لتجسيد أهداف التنمية بها. لما نتكلم على مناطق الظل، هذه هي المناطق المنسية، هذه مثل ما يقولوا بالفرنسوية سيمات لا بوسيير سو طابي. نزوق المدن الكبرى ونزوق وطريق السيار، وفيه فيه فيه مواطنين ما زالوا عايشين ما قبل 62، صح يتنعموا بالحرية ومشى الاستعمار ومشى، ولكن حالتهم المادية مأساوية، هم المفروض ما تكونش، لان عندنا الامكانيات باش نتصدوا لهذه المناطق. مخططات تنميه البلديات مئات الملايير من الدينارات. مؤخرا فقط في ديسمبر في صندوق التضامن ما بين الجماعات المحليه لو اف سي سي ال وزاره الداخليه ارصدت للبلديات شطرين 40 مليار دينار، ثم شطر آخر ل 40 مليار دينار، وفي أفريل ما إن شاء الله يكون 100 مليار دينار. ما تسمحش باش نحلوا هذه المشاكل. احنا ما قلناش الريف يصبح مدينة، رغم أن بعض المدن رانا شفناها صبحت ريف. قلنا الريف نضمن فيه العيش الكريم. احنا الشغل الشاغل تاعنا هي الطبقة المعوزة، الطبقة الكادحة. نحاول نخفف الوطأ تاع الدنيا عليها، نخفف بالعقل، نخفف يشعر بلاني معاه، راني متضامن معاه بالقليل ولا بالكثير، والقليل في بعض الأحيان يكفي. أرجوكم السادة الولات، السيدات، السادة رؤساء الدوائر والسيدات، عام إن شاء الله البوادر لازم تتبان دون 3-4 mois، 3 شهور 4 شهور بعض من هذه المناظر لازم تتغير، من على سنة نتحاسبوا، ونتمنى من على سنة باش أغلب هذه المناظر تزول إن شاء الله. ما نقول لكمش أنا الريف رجعوه مدن، ما نقول لكش الحياة الكريمة. وبشأن التعديل الدستوري المرتقب، أكد رئيس الجمهورية أنه لن تكون هناك حواجز في هذا التعديل باستثناء ما تعلق بالوحدة والهوية الوطنية. الدستور توازن بين مختلف السلطات،
اولا باش كل واحد يعرف خدمته ولا واحد يفعس على الاخر. توازن بين السلطات يبعدنا كل ابتعاد على الشيء اللي عشناه وعلى الانزلاقات نحو الحكم الفردي ونحو التسلط. ما فيش حواجز ما عدا الوحده الوطنيه، ما عدا عدم المساس بالهويه. شي الاخر انتم احرار اللي قبلها الشعب، انا ما نقدرش نرفضها. انا ذكرنا حتى في المحكمه الدستوريه ممكن تكون فيه محكمه دستوريه بغض النظر على المجلس الدستوري الحالي الموجود، تكون فيه محكمه اللي تحكم تظلم بين سلطه وسلطه وتكون حره مثل ما هي حره الهيئه الوطنيه المستقله للانتخابات وتحضير الانتخابات ورقم الانتخابات، تكون حره هي اللي تفصل في النزاعات بين السلطات باش واحد ما يتغلب على واحد. فيه امور جديده ان شاء الله تكون في الدستور اللي تخلي المواطن يرتاح. بعد الدستور يكون فيه بالطبع قانون انتخابات انا تكلمنا عليه كثير وربما نزيدوا نتكلموا عليه، اللي يجسد الفصل بين المال والسياسه، اللي يبعد السياسه والسياسيين نهائيا على المال وبالاخص المال الفاسد، واللي يسمح لنا طبقة سياسية جديدة من الشباب تاعنا اللي راهم 70-75% اليوم في هذه البلاد. الديمقراطية ما تتبنى إلا بالعدل، وأساس العدل هو انتخابات نزيهة. رئيس الجمهورية أكد ضرورة إعداد دراسات معمقة تخص النمط الجديد للمركزية التسيير بإشراف الجميع، والهدف التكفل الأمثل بمصلحة المواطن كاشفا عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب. أنا عندي هنا ملف الشيء اللي تسالوا البنوك اون جانفي 2020، الشيء اللي تسالوا البنوك لبعض المستثمرين 1216 مليار دينار، 1216 مليار دينار، زيدوها لي زيرو اللي حبيتوا لو تبغوا الدوخ. لارجون اكزيست، الرمبورسمون ما كانش، الضرائب ماهاش تدخل قائمة تاع الناس اللي يسلكوا الضرائب. واحد اللي يدعي أنه من أثرى الأثرياء في هذا الوطن في المرتبة 56 في دفع الضرائب، الضرائب راه يدفعها الموظف لأن الله غالب، يدوها له من المرتب نتاعو. الاخرين كل هذاك علاش قلت يكون فيه قانون ونجرم عدم دفع الضرائب مثل ما هي موجوده في الولايات المتحده مثل ما هي موجوده في دول اخرى. اللي ما يدفعش ضرائب تعد جريمه اقتصاديه. العداله موجوده ولا واحد فوق العداله، بغى مسير موظف منتخب العداله من العداله للجميع. احنا نقوموا بالواجب تاعنا وكل واحد يقوم بالواجب تاعه، وكل رانا خالصين على هذا الشيء. احنا في خدمة الشعب مش الشعب في خدمتنا، شو الامور واضحة. تواجدنا هنا كل كما رانا من اجل خدمة الشعب واسترجاع الثقة نتاعه. خطاب رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة بالولاة تتابعونه كاملا عقب هذه النشرة. وضمن الأشغال، التزامنا الحكومة على تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية وفق برنامج تنموي متوازن يعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. عن كثب نادي علمي. إنزال حكومي بمبنى قصر الأمم التاريخي في مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة، مهمة استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن وجماعاته الإقليمية ومنتخبيه المحليين،
ممكنة هي المهمة، تقول حكومة جراد، لكن شريطة إحداث قطيعة تامة مع أساليب التسيير المحلي القديمة التي كرست سوء التدبير وتبذير وإسراف المال العام وإطلاق الوعود الكاذبة في تنفيذ المشاريع، ما انعكس سلبا على حياة المواطن وزاد في تفاقم همومه اليومية. هو واقع مر للتنمية في مداشرنا، في مدننا، في قرانا، لا يقبل الزيف، لكن يمكن تغييره. تغييره بالتواجد الدائم والمستمر في الميدان والتقرب من المواطن للتكفل الحقيقي بانشغالاته بعيدا عن الحلول المؤقتة والوعود الكاذبة، وبالالتزام الفعلي بالمساءلة والمحاسبة والمصارحة ومتابعة المشاريع التنموية الحيوية التي تكفل العيش اليسير للمواطن. فئات اجتماعية أنهكتها الهشاشة ترصد الحكومة في تقاريرها المرفوعة اليوم، فئات بحاجة إلى بعث الأمل في نفوسها اليوم بترجمة محاور مخطط عمل الحكومة في المستقبل القريب إلى برامج قطاعية ملموسة مشفوعة بأجال تنفيذ دقيقة. لقاء الحكومة بالولاة ليس المطلوب فيه الغرق في تفاصيل معوقات التنمية المحلية، بل توجيه النظر إلى ما هو أكثر أولوية، أكثر أهمية، وهو تنفيذ المخطط الاستعجالي للحكومة والمتمثل في تدارك فوارق التنمية، خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية والريفية وحتى في ضواحي المدن الكبرى. والمسؤول المحلي دون ما شك حلقة مهمة في بناء الجزائر الجديدة على ضوء تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية. وليد زروق رصد انطباعات بعض الولات. في خطاب مباشر وصريح مع كافة المسؤولين المحليين، اتضحت الرؤى وسطرت المعالم لدورهم اليوم في الجزائر الجديدة. ولاة الجمهورية أمام واقع جديد يفرض عليهم تغيير سلوكيات التسيير مع كسر كل الحواجز، ضمن سياسة تعتمد في الأساس على التخطيط، التجسيد والمتابعة الميدانية مع فرض الرقابة. باش ندير التخطيط لازم نعرف الانشغالات ونعرف الاختيارات ونعرف مشاكلنا ونعرف وين الامور فيه النقص. بعد ذلك هي فيه ترتيب الاولويات وتحديد مسعانا وتحديد انشغالاتنا وتحديد تدخلاتنا في شتى الميادين. الخروج الى الميدان والاحتكاك مباشره بالمواطن وتدخل سريع فيما يخص انشغالات المواطنين. سنة يعني من الممكن تحقيق هذه الأشياء واسترجاع ثقة المواطن بالدرجة الأولى، لأن السيد الرئيس يعني كما قال التعليمات اللي أعطاها، كلنا هنا من أجل خدمة المواطن. وإن كان المسؤول المحلي مقيدا في السابق بمنظومة معقدة، فإن تطوير النصوص التشريعية للتسيير ودعم اللامركزية ضمن نموذج جزائري محض تجعله اليوم محررا للتكفل بمصلحة المواطن. القوانين اللي رايحة تتسن بفضل الإطار القانوني اللي رايح يعني تقوم به الحكومة، رايحة تخلي الوالي تكون عنده الأدوات من أجل المساهمة مع الوزارات المعنية في دفع الاستثمار، في دفع التنمية بصفة عامة. ولاة الجمهورية وضمن لقائهم اليوم الحكومة يعون جيدا ثقل المسؤولية ويدركون تماما أنهم الواجهة المحلية للسلطة التنفيذية في الجمهورية الجديدة. لغاية هذه الأثناء تتواصل أشغال الورشات الستة، وهذا بحضور وزيري الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، والتي تطرقت إلى المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطن. كما تبحث هذه الورشات إشكالية العقار الصناعي وبعض القضايا ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطن. في الحياة البرلمانية تلقى اليوم مخطط عمل الحكومة تلقى الضوء الأخضر للشروع في تنفيذه بعد أن حظي بثقة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأس رئيس المجلس بالنيابة صالح جوجيل. هذا وقد صادق أعضاء المجلس على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة عقب رد الوزير الأول عبد العزيز جراد على مختلف الانشغالات والتساؤلات، حيث جاء الرد مستفيضا على كافة التساؤلات مشرحا الخطوات العملية التي ستشرع الحكومة في تطبيقها لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتعهداته.
الوزير الأول عبد العزيز جراد أكد أن الانشغالات المطروحة تعكس مدى الوعي بالصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة، مشيدا بمستوى النقاش وتفاعل أعضاء مجلس الأمة مع ما ورد في مخطط عمل الحكومة. لقد عكست النقاشات والانشغالات التي طرحتموها مدى وعيكم بالصعوبات والتحديات التي على الحكومة رفعها، وإنني وأعضاء الحكومة لا نريد أن نغلط أحدا بربط هذه التحديات بحلول قصيرة المدى، لذا فإننا سنعمل على حلول هيكلية جوهرية قد يؤتي البعض منها ثمارها على المدى القصير والبعض الآخر سيعرف وقتا أكبر، لكن واجبنا أن نمضي قدما ونصنع من التحديات فرصا تقودنا بعزيمة وثبات نحو رقي بلدنا ونهضته. أخيرا أجدد التأكيد على تقدير الحكومة العميق للمناقشات التي جرت واحترامها لجميع الملاحظات التي طرحت وتفهمها الجد للنقد البناء الهادف إلى مصلحة الوطن والمواطنين. أدوات تركزت جل تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة تركزت حول تثمين الإجراءات المتضمنة في ورقة طريق حكومة جراد الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن. إنصاب خلفة كانت حاضرة. إعادة جسر الثقة بين المواطن والسلطة مع اعتماد الحكامة هو ما قرأه بين السطور رؤساء الكتل البرلمانية في مخطط الحكومة الذي اعتمد وصدق عليه بالأغلبية، مخطط ترجم التزامات رئيس الجمهورية 54 وتوجيهاته القاضية على الخصوص باعتماد مراجعة عميقة للدستور دون المساس بالهوية الوطنية، مع الاستناد على عدة آليات مبتكرة للإصلاح المالي والجبائي. وأكد رؤساء الكتل خلال تدخلاتهم أن إيجابيات عديدة ضمها مخطط الحكومة، خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستعتمد تغيير قنوات تمويل المشاريع المسطرة وإبعادها عن الطرق التقليدية التي كرست الفساد في الماضي، مع اعتماد الصرامة في تعيين المسؤولين في الدولة. ووجد رؤساء الكتل البرلمانية في مخطط حكومة جراد إصلاحات لتحرير السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، مع الفصل بين السلطات وتحديد مهام كل منها، إصلاحات يراد بها ردم الهوة الفاصلة بين الدولة والمواطن. وقبل هذا كان رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل قد عقد مساء اليوم بمجلس الأمة لقاء جمع رؤساء المجموعة البرلمانية بالوزير الأول عبد العزيز جراد. جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم خلال مشاركته بألمانيا في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الأزمة الليبية على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، جدد موقف الجزائر الثابت إزاء الأزمة الليبية، مؤكدا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا بين الفرقاء الليبيين بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وقدوم جدد استعداد الجزائر لمرافقة الحوار المتوازن بين الليبيين الذي يزرع الثقة بين الإخوة الفرقاء، مثمنا النتائج المحققة من خلال قمة برلين. هذا وقد أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات مع عديد المسؤولين، منهم نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ومدير منظمة الصحة العالمية، وكذا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات السلام. إلى ذلك تحدث بقدوم مع كاتب الدولة البرلماني بوزارة الدفاع الألمانية. غداة إحياء اليوم العالمي لسرطان الأطفال وضمن تحقيقات الثامنة، أقل من 10 أسرة لاستيعاب أزيد من 200 حالة جديدة سنويا للأطفال مرضى السرطان، وهذا بقسم علاج الأورام السرطانية في الدماغ والعين بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة. رامي عامر بحث في الموضوع. في المركز الوطني لعلاج السرطان بيير وماري كوري تتواجد المصلحة الوحيدة على المستوى الوطني المتخصصة في علاج الأورام الصلبة لدى الأطفال في العين والدماغ. كاين هنا في الجزائر برك في تلمسان كاين لاشيمي ما كاش الليزر، وهران كاين لاشيمي ما كاش الليزر. انا جيت من بريج فاجي مختار، نجي في الترانسبور نوصل على 48 ساعة في الترانسبور هنا في الجزائر، وبنتي مريضة. الغاشي دايما
دائما غاشي نجيبها صايمه باسكو دير لا شيميو لازير وتبقى تسناي هنا دي فوا حتى ثلاثه باش تدخل البلوك وهي صايمه. الأطفال والذين خصت لهم جزء أو شق من هذا المركز وجد 4 إلى 5 قاعات، الأولى مخصصة لتخزين الأدوية وكما ترون هي على هذا الحال، أما فيما يتعلق بالحجرات المخصصة لاستقبال المرضى وعلاجهم، الحجرة الأولى يوجد فيها سريرين، أما التي تجاورها فهنا توجد أو يجب التسليط على الإشكالية حيث نجد ما يفوق 5 أسرة إلى 7 ويعالج فيها 10 حالات في المرة الواحدة. مشكل هذا مشكل كبير. مشكل كبير لأنه سرطان الأطفال ينتشر بسرعة، ماشي كيما سرطان الكبار، ما يقدرش يستنى شهر. كاين مركز أورام الأطفال الله تم إنشاؤه في باب الواد إن شاء الله. وان شاء الله يفتح عن قريب باش يحلنا مشاكل الاكتظاظ اللي راهي عندنا. ثانيا مازال مشكل انقطاع في الادويه، مع انه مثلا في الاونه الحاليه ما عندناش ميثوتريكسات. جانا واحد الوقت ما كانتش عندنا فينكريستين، قعدنا بلا فينبلاستين. انقطاع احنا ما نفهموش لماذا كاين هذا الانقطاع، لان هذه الادويه تاع الاطفال مش ادويه غاليه يعني. وفيما وقع الالم اكبر على جسد الطفل لدرجه ننساه بسمته، يحل بهذه المصلحه كل حين زوار يسعون لرفع معنوياته وقدراته على امل التعافي. شفى الله الصغار ومن نقص التكفل الى نقص التزود بالماء. إذ ما يزال مشكل نقص التموين بالمائي الشروب قائما بحي أدريان بولاية طمنراس منذ الصائفة الماضية. رابح مداوي تحرى الأسباب. 4000 متر مكعب من الماء والأزمة قائمة لبعض السكان بحي أدريان. العيب في سوء التوصيل وفي حجم المكان المخصص لوضع العداد. العداد والله الكونتور كما نقولوا احنا باش يركب ما ركبش، بالرغم أنه خالص. قال لك لازم تغير الباب نتاع الكونتور هذا. ماهوش الكونتور راه كبير والباب راه صغير. قلنا له ولدي احنا الاشكاليه هذه ماشي نتاعنا احنا، هذا من المفروض الواحد كي يجي يسكن يلقاها نورمالمون يلقاها واجده. لكن احنا ما لقيناهاش. هذه هي الفانا اللي راهي متحكمه في 50 دار، كل 50 دار عندهم فانا واحده، يا يخلصوا كامل 50 يتفاهموا عليها باش يطلقوا لهم الماء، يا بجار واحد ما يخلص، بنادم واحد ما يخلص. يكوبوا على 50 كومبلي. شكاوى بالجملة الرد عليها كان حسب الظروف. الماء للسويعات لتجنب الغضب والتصدي للغش والهدر لهذه الثروة التي استثمرت من أجلها أموال طائلة لتحويلها من عين صالح إلى طمرست. هذا مثال من إصالات الشرعية، يعني كل شرعي ودابا تم الآخر إيصال المال للدمز. نعم كل كونتور كاين داخل وكل شيء. طيب وهذا مثال إيصال غير شرعي. أيوة. مع أنه درنا البوشون. أيوة. لكن كي يجي الماء ينحي البوشون هذا ويعاود يرجع. هذا هنا البوشون. نعم. يعاود يبرونشي برك ويا. نعم. ودرنا عليكم الحين عداراتها وكان استجابة، كان استجاب كان اللي ما استجاب لحد الآن. مركبين سوايع مركبين كلش، ما راهش يجي كاع. علاه بصح ما راهش يجي يا ودي؟ بسم الله راه يجي. شبك راهي الدار تاعي والله العظيم؟ لا بسم الله راه يجي. مش بسم الله، خليني نقول لك قسما بالله لا بسم الله راه يجي. وصل الماء ولم يصل لبعض سكان حي أدريان، وبين تشخيص شركة المياه وطرح هؤلاء السكان المشكل قائم. هل لعدم وجود العداد أم هل لرغبة هؤلاء السكان في الإبقاء على الوضع الراهن، أي الماء بالمجان؟ الحل معلق إلى حين التأكد من وضع العداد، وقت إضافي للإبقاء على نشاط بائع الماء في صهاريج متنقلة تصول وتجول الحي صباح مساء. مخطئ من يعتقد أن المترو وسيلة نقل وكفى. تابعوا ربورتاج محمد أبي إسماعيل. هكذا اختار الفنان التشكيلي عبد النور حمودي أن يزين أروقة مترو الجزائر، وتحتضن جنباته لوحاته التشكيلية المستوحاة من عمق التراث الجزائري. درنا مشروع معرض، وكانت هذه أول تجربة تاع معرض في محطة المترو، وتزادت تبنات فكرة واحدة أخرى اللي هي باش تولي هنايا، باش يولي معرض دائم.
زوار هذا المعرض لم يفوتوا فرصة التمتع بجمال هذه اللوحات التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتحمل بين طياتها فسيفساء جميلة. أنا مسرورة بهذا المعرض هذا اللي داروه لنا هنا في المترو، لحقوا لنا الفن حتى لعندنا، اللي يكون جايز يقدر يجي يتفرج سي غاتوي، حاجة شابة بزاف وحاجة مليحة هنا كي داروها في بلاصة كيما أنا ساعتو هذا بلاصة المترو، دونك عندهم دونك سي أكسيسيبل من لي موان دو ترونسبور هي المترو هنايا. هذا الفضاء أصبح فرصة للفنان للتقرب من المواطنين من خلال عرض لوحاته وإبراز مزايا الفن التشكيلي. وهي المحطة الأخيرة في نشرتنا إلى العنوان. رئيس الجمهورية لدى افتتاح اجتماع الحكومة بالولات، تجديد الالتزام بالتغيير الجذري لتلبية ما تبقى من مطالب الحركة الشعبية السلمي، وتعليمات صارمة للمسؤول المحلي بضرورة التقرب من المواطن. وبلغة الواقع، رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة محاربة التبذير في النفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ، ويمهل الولاة سنة كاملة لبحث التنمية بمناطق الظل وتكفل بانشغالات ساكنتها. رئيس الجمهورية يدعو إلى إرساء ديمقراطية صلبة وحقة من خلال تعديل دستوري واسع يستثني المسائل المتعلقة بالوحدة والهوية الوطنية، ويكشف عن إجراءات جديدة لدعم لمركزية التسيير وتجريم عدم دفع الضرائب. تابعتم معنا حكومة عبد العزيز جراد تتلقى الضوء الأخضر لمباشرة تنفيذ مخطط عملها لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية بعد مصادقة مجلس الأمة. ثامنة اليوم حققت في معاناة الأطفال بقسم علاج الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة. ونقص التموين بالماء الشروب بحي دريان بتم راس منذ الصائفة الماضية. ألقاكم مشاهدينا بعد جنريك النشر.